بسم الله الرحمن الرحيم. بما ان في اليو ار تي ممكن يجيب لي ايه قرانيه زي ما عارف في السنه الاولانيه. السنه اللي فاتت دي ما جابش ايه، السنه اللي قبلها جاب ايه قرانيه. فاحنا اتفقنا هنعرف سوره لقمان كده، كل سيشن ناخد 5 ايات نعربهم وبعد كده ناخد اللي بعدهم. الحروف المقطعه في القران حروف خلافيه. في من قال ان هي عنوان للسور، وفي من قال ان هي لا يعلم تاويلها الا الله سبحانه وتعالى. فاحنا لما بتيجي عندي حروف مقطعه الف لام ميم، ودي حروف لا محل لها من الاعراب. ونبدا بالات اللي بعديها. عايزين حد يعرض لنا كل واحد كلمه واحده بس، والولاد مره والبنات مره. تلك ايات الكتاب الحكيم. تلك مبتدا عادي. مبتدأ عادي ولا سوبر؟ مبتدأ ده عادي ولا سوبر؟ مين اللي معايا؟ ايوه بس تمام ماشي. مبتدأ بس مبتدأ عادي، مفيش مبتدأ عادي ومبتدأ سوبر. تلك دي تطلع ايه؟ ماشي. اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ؟ مش موصول. اسم اشارة. اسم اشارة عادي. اسم اشارة اللي هو تي تي بس. ها؟ اسم اشارة مبني على الخطاب واللام مش فاكر ايه كده. رفع مبتدا. واللام للبعد. والكاف للخطاب. خلي معاكم ورقة وقلم اللي يسمع أي كلام جديد على ودانه ما سمعوش مني قبل كده يسجله. لو البنات سمعانا. في اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. واللام للبعد والكاف للخطاب حرفان لا محل له من الاعراب. تمام يا وسخي. اللي بعده هيعرف كلمه ايات. هو حد من البنات. حد من البنات معانا؟ ماشي. خشوا يا جماعه الصبيان على ما البنات يجهزوا. يا بنات مش جاهزين ولا ايه؟ في ساره. يا مستر واقف تمام. جاهزين؟ مين معايا، ساره ولا زينب؟ احنا الاثنين موجودين. طب يلا زينب. مستر هي مش خبر؟ خبر المبتدا مرفوع. برافو عليك. تلك ايات مبتدا وخبر. الكتاب عند الصبيان. تمام. ايوه والكسر دوت مش فاكر اللي هو الادغام بتاعه عشان اللي بعدها معرف بألف ولام. تاني كده؟ ما سمعتكش يا مصطفى. مضاف كانت مضاف ليه والكسر اللي هو عشان اللي بعدها معرف بألف ولام؟ لا 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 ده كسر اصلي ده. لا انا معلش. طيب قول كده ساكنه. لخبطت تمام. والحكيم عند البنات. نعت. نعت مجرور. نعت مجرور. برافو عليكم. بالكسرة برضه. هدى ورحمة للمحسنين. حال. حال منصوبة. حال منصوبة تمام. والرحمة. ورحمة معطوفة. معطوفة على معطوفة. معطوفة على حال منصوبة. وللمحسنين. مستر بعد اسمع حضرتك. هو حضرتك يا مستر متحلف ايه دلوقتي؟ معلش احنا بنعرب 5 ايات، اول 5 ايات في سوره لقمان. بنتدرب ازاي نعرف القران لو جالي زي السنه اللي قبل اللي فاتت قران في امتحان اليو ار تي، نعرف نعرب القران ازاي. ماشي يا مستر تمام. انتوا جاهزين كده؟ بس هو ده حالا ليه؟ ها؟ هدى حل ليه؟ اعرب اسم الإشارة. هدى حل من اسم الإشارة. مش مفروض لا من اسم الإشارة. ماشي مفيش مشاكل. تمام. هقول لك اعراب غريب شوية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى خبر المبتدا. دي في راي فيها ان هي خبر المبتدا محذوف. هو هدى
تعميم مستر هو ازاي هو هدى وهي مفتوحه ايوه وازاي مفتوحه اه جدع تنوين ده اسمه تنوين تزيين لو قلت لك يا فندم جاء فتى تعرف فتى ايه فاعل فاعل طب فاعل ازاي هو مفتوح التنوين هنا للتزيين حاجه شبه البناء كده والفتى فاعل مفعول بضمه مقدره فدي هتبقى زيها بالظبط بس انا الاحسن هاخد بالاعراب الايه الاسهل مش عايز الخلافات وهقول هدى حال ورحمه معطوف عليها منصوب مستر هو سؤال بس التزيين ده وانا مستر بيجي الاسم المقصور بس المقصور اسمه ناسي بس اه تمام ماشي تمام كده رجاله تمام ماشي معاك انها حال عشان في جمله اسميه عندك مشكله اه انا عشان اسم الاشاره اسم الاشاره اه اعتبر ان في فعل محذوف واقول انزله الله هدى اه طب تمام كده تمام كده اه طيب من الآية اللي بعدها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون لسه مثل المحسنين ما عرفناهمش المحسنين عرفنا ايه طارق انا مش عارفها غالبا لما لقيتها كانت بتتغلط ايه ايه من تاني كده الحاجة تقريبا اسمها متعلق متعلق ابن عشان شبه جملة متعلق عشان هي شبه جملة ليه؟ مين جر ومجرور؟ هي جر ومجرور عادي بس هي متعلق عشان شبه جملة ايوه هي جر ومجرور عادي متعلق ورحمة رحمة يعني منزلة للمحسنين أو مخصصة للمحسنين طيب الذين يقيمون الصلاة الذين نعت اسمه موصوف في محل جر نعت جر البنات غير مبني نعت خلوا ادوا بنات فرصة يقيمون سوري سوري والله ما كنت عارف بالك انا ماشي هم هيقولوا ولا احنا نقول هم يقومون يا مستر مدارش فعل مضارع مرفوع بسكون النون تمام لسه كلمة وهو الجماعة في ضمير متصل وهو الجماعة ضمير تمام الجملة الفعلية صيغة الموصول لا محل لها من الأعراب أحسنتم بارك الله فيك الصلاة فاعل لا يقيمون الصلاة مفعول به مفعول به منصوب ماشي على مهلنا ماشي يؤتون نقول احنا ده مرفوع علامة رفع وثبوت النون والواو وده دون متصل في محل رفع مستر فاعل والزكاة يؤتون هم الزكاة مفعول به منصوب علامة نصبية فتحة وجملة يؤتون الزكاة لا محل اسمي دي معطوف على سمة معطوف على على ايوه معطوف على وصلت المصروف معطوف لا محل لها عطف جمل ده يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة عطف جمل وهم بالآخرة هم يوقنون مين البنات فين؟ نعرف ايه بس وهم الواو فطروا على مهلكوا مثلا هي مش مبتدا اه مبتدا وهم بس الواو بقى واو ايه دي ايه بتاعت الحال اللي هي الحال عليكي برافو عليكي عشان دي هتريحني في الجمله اللي جايه هم ضمير مبني فعل رفع مبتدا وهم يعني الواو اللي هو الحال صح وهم بالآخرة بالآخرة مع الشباب دي خش يا جدعان علق برضه مجرورة
جر ومجرور شبه الجمله ده متعلق بايه؟ هم لاخرتي مكنون محسنين بهم. لا هم بهم متعلق بهم بيكونون. هي هم يكونون بالفعل اللي بعد متعلقين بيكونون هم يوقنون بالاخره. اه تمام. طب هم اللي في الفصل هم التاني دي توكيد. طب ولا ايه؟ هم التاني دي اعتقد دي الفصل. امير فصل مين قال الفصل ده؟ انا مين قال الفصل؟ انا مستر. انا احذف له بونبونايه ده محمد نبيل. ايوه يا مستر في بونبونايه ده دلوقتي اونلاين. ضمير الفصل البنات يعرفوا ضمير الفصل؟ لا يا مستر. ضمير الفصل ده ضمير غائب بيفصل بين المبتدا والخبر. اقول محمد هو المجتهد. محمد مبتدا والمجتهد خبر، بحط ضمير يفصل بين المبتدا والخبر. لا محل له من الاعراب، بيجي في جمله اسميه بس. تمام. وهم هم بالاخره في قلنا هم مبتدا وبالاخره متعلق بيوقنون، وهم ضمير الفصل لا محل له. يوقنون هذا خبر لهم. اه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وهو جماعه فاعل، والجمله في محل رفع خبر المبتدا هم. وعندي هنا جالي ثلاث جمل ليهم في عايز اعرف محلهم. يقيمون الصلاه لا محل لها، يؤتون الزكاه معطوفه على جمله لا محل. كلهم لا محل لهم صله الموصول ما عدا الاخيره. ما عدا الاخيره جمله حال. هم الحال. لا كلها بقى. وهم بالاخره هم يوقنون. هم يوقنون الجمله في محل نصب حال. حال. تمام تمام. اخر واحده اولئك على هدى من ربهم واولئك البنات. اولئك عند البنات ده اسم اشاره منفصل مبني في محل رفع مبتدا. ما سمعتش الكلمة اللي بعد اسم إشارة. اسم إشارة إيه؟ اسم إشارة منفصل. منفصل. اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. منفصل ومتصل ده في الضماير مش كده؟ لا لا هو مش منفصل معلش. تمام هو منفصل. أولئي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. أوه. والكاف أولئك. لا مش ضمير الكاف، حرف خطاب. حرف تمام. اه. على هدى، أولئك على هدى، يلا شباب. على هدى. قال لك أولئك برضه على حرف جر وجر ومجرور عادي. تمام جر ومجرور، أولئك على هدى متعلق بإيه ده؟ متعلق بأولئك. لا يا راجل طيب. متعلق بخالص ايه؟ مستر هو ايه المتعلق ده؟ اوكي هو بالنسبه للبنات اسمعوني كويس. شبه الجمله ملوش محل. ما ينفعش اقول محمد في البيت، ما ينفعش اقول في البيت وانا طالب متفوقين يعني. اقول ان في البيت شبه الجمله خبر المبتدا، ما ينفعش اقول كده. شبه الجمله ليس له محل. لكن بيتعلق بالخبر المحذوف. ويقول محمد كائن في البيت او موجود في البيت. فبدل ما اقول له شبه الجمله في حال رفع مبتدا بقول له شبه الجمله متعلق بالخبر المحذوف. تمام؟ لان في شبه جمله زي قلت ذهب محمد الى المدرسه. ذهب فعل محمد فاعل. الى المدرسه جر ومجرور. ايه محله من الاعراب لو شبه الجمله دي محل؟ ملوش محل ان الفعل ذهب فعل لازم مش متعدي. فبقول ان الى المدرسه متعلق بالفعل ذهب. فكل شبه جمله جر ومجرور او ظرف يا اما متعلق بفعل يا متعلق بمشتق يا متعلق بخبر محذوف او بنعت محذوف. اللي انتوا كنتوا بتقولوه عايز زمان شبه جمله في محل رفع نعت. لا هو متعلق بنعت محذوف في محل رفع. أول مرة أسمع كلمة متعلق دي.
دي اول مره اسمع. تمام، مفهوم قضيه التعلق دي. طب هو ايه بتحول على هدى الخبر شبه جمله في حال رفع الخبر غلط، وشبه جمله متعلق بالخبر المحذوف. يعني لو كتبت كده في الامتحان زي ما احنا كنا بنكتبها زمان في محل رفع او نصب او كده، لو هي مثلا شبه جمله او كده فهي كده تبقى غلط. لازم اقول متعلق. انا في اليو ار تي بقى بيلعبني، لو انا في امتحان العبط اللي هو بيجي ده ب 50 يبقى راجع هيمشي حالها. فهمتيني؟ فهمت يا مستر، شكرا. عفوا. من ربهم مين بيعرف؟ المفروض هو مغرب، المفروض بنات. من حرف جر مبني لمحل لام الاعراب. تمام. ربهم اسم مجرور بمن وعلامه جر الكسره. والضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. شبه الجمله متعلق بالنعت صح؟ متعلق بهدن. فين النعت؟ على هدن. صح؟ عايزه تقولي هدن هدن. ممكن متعلق بنعت معزوف. هدن مثلا مرسل من ربهم او ماخوذ من ربهم. تمام، نعت معزوف، برافو عليك. تمام، بنات دخلوا في النعت اهو. واولئك هم المفلحون. ماشي، اسم اشاره برضو نفس القصه، هم ضمير فصل والمفلحون الخبر. تمام، احسنت، بارك الله فيك. طب الجمله دي واولئك هم المفلحون، معطوفة على قبلها. معطوفة عليها جملة أولئك على هدى، هي معطوفة عليها جملة وأولئك هم المفلحون. مستر، يجوز إن أنا أقول هم المفلحون كلها على بعضها خبر جملة اسمية؟ خبر جملة اسمية؟ تقول أولئك؟ لأولئك. يبقى هم مفلحون. أنت اللي عملت لنا القصة دي. ايوه انا اللي عامل ضمير الفصل، بس كان في حالات من يعني في حالات العربيه جوز فيها كده. اذا كان ما ينفعش غير الخبر، هو ما ينفعش غير الخبر، ده حاجه واحده. فاهمني؟ هو كان في اختلاف كتير قوي في الموضوع ده. انت تعرف ان الكلام ده غلط. ترجع ايه؟ مش بالحالة. لا الصوت بيقطع ماشي يا مستر. ارجع للشريحه بتاعتك اللي انت بعتها لي هتعرف. انا فاتحها دلوقتي، انا فاتحها. هو كان الحاله اللي كانت مكتوبه كان السباك هو علي. الحاله دي هنا مش هلاقي خبر اللي كان منصوب غير هو علي، فهنا الحكايه. فلازم تعملها ايه؟ مبتدا وخبر. تمام، لكن هنا المبتدا والخبر قدامي اهو. اولئك المفلحون. اولئك المفلحون. وانا حطيتهم عشان المبتدا معرفه والخبر معرفه. يتابع الحاله الاولى. فكره ضمير الفصل، عشان انا الفكره عشان اقول ضمير فصل، فايده ضمير الفصل هو بيفصل او بيخليني اعرف اذا كان موجود عندي خبر جمله اسميه او النعت. يعني هو اللي بيحدد لي الجمله اللي قدامي دي الجمله اسميه يعني هتبقى الخبر ولا هي هتبقى النعت. لكن انا ما عنديش اختلاف او ما فيش حاجه اشتبهت عليا عشان انا اقدر افرق ما بينهم. انا قدامي خبر وجمله. انا نفسك يا فندم، هو ترد على نفسك عشان اولئك المفلحون ينفعون هتنفع صفه. فعشان اتاكد انا ان المفلحون مش صفه هي خبر، حطيت ضمير الفصل. شفت عاصف اولئك بالمفلحون. انا بفصل عشان افرق بين الخبر وبين النعت.